كل واحد في المركب من عسكري لغايه الأوبتان يدفع جنيه، ثم نلم اكتر من 150 جنيه، ثم يكسبها رجب ويدفع الدين ويحل مشكلته. وكيف يكسبها هذا المدعوس المنحوس رجب؟ دي تسيبها لي انا احلها، تعال معايا. هات جنيه يا رجب. عشان ايه؟ عشان ايه؟ من تقاليد البحرية يا رجب ان يعمل يا نصيب بعد ضرب النار يشترك فيه كل فرد بالمركب. يا سيدي انا مستعفى عن اللوترية دي. لا تركب رأسك، ادفع بالتي هي احسن. لا ثم لا فلا. يمكن تكسب يا رجب، جرب حظك. ما انا جربت وعرفت يا منير. طيب انا هسلفك الجنيه وتبقى تدفعه لي بعدين. مش دافع. سعيد الحظ بعد ثانية واحدة هيكسب 150 جنيه، تحبوا مين يسحب القرعة؟ رجب! تعال يا رجب، بسحب ورقة من دول. سحبنا يا فندم. رجب شعبان رمضان. انا ما دفعتش حاجه. دفعنا لك انا وعبد البر. ايدك بقى على الجنيه يا حلو. الله، كل الورق مكتوب عليه اسمي، كل ده علشان المهم الفلوس اهي. وادي كمان تصريح بيومين يعني تقدر تروح تتجوز. يلا بقى يا حلو، يلا هيا هيا. ده انا متعلم لك المصارعه الياباني علشان ندشدشوك.
مفيش لزوم يا رجال. مفيش لزوم يعني ايه؟ عمرك شفت واحد يشتري عروسه بفلوسه الا اذا كان قلبه زفت؟ ولا انت. اوعى تمد ايدك عليا احسن تتحاكم جنائيا. ودي مرجاله دي انك تتحاكم في بدلتك بس يا وليه يا مريوحه يا حلمبوحه. لا ما تشخطش في ضيوفي. ضيوفي في مين اللي مش عاجبه؟ يلا في 60,000 داهيه. انت جارلك ايه يا رجب؟ انا زي الحديد. اسكت انت، انا جاي نوفي الدين اللي عليك وافك سجن بنت عم من الشايب العايب جوز الاثنين ده. معلم حنفي، انا ساكت اكراميه للعروسه ولك، لكن وخلق الخلق الولد ده ما يزود بكلمه تانيه لكم بريء من دمه. رجب يا ابني، كلمه واحده مفيش غيرها. ال 150 جنيه اللي بعت له بنتك بيها اهي، بس ما تكتبش الكتاب اهي اهي. فلوس ما تطلع المهر يا سبع البرومبا وتيجي تكتب الكتاب بذلك. راجل، ما تجيب لي الفلوس من ابن اخوك يا معلم حنفي. هات لي منه 150 جنيه. خرس ليه اللي كان جاي يعمل له غاغه؟ كتبتنا وعزتنا ده يتعرك يا بعيد. دق يا مزيكا حزيني. وصلوك يا سي رجب؟ وصلوك ايوه حته بعربيه المعلم عباس. وماله؟ انا اولى بالحسنه من غيري، وكان على المعلم ولا نساله في امه ونفسي نحرق دمه. اطلع. متشكر قوي يا ابو علي. العفو. وصلوك على فين بقى؟ على المينا، بس بسرعه احمل معاك. اسمح لي انزل دقيقة واحدة. ايوه بس انا عاوز اروح المينا. دقيقة واحدة وهنوصلوك على طول. عن اذنك. اتفضل. الو، قولوا انتوا، قولوا. قول المعلم السردين في امان. اتفضل. خد يا ابني. انتوا عاوزين رجب؟ ايوه باسرع ما يمكن. نزل من شوية. اسرعوا. يا معلم ما شفتش رجب؟ شفته ركب عربية المعلم عباس، لكن ما نعرفوش راح فين. اهي العربية جت. وديت رجب فين؟ هترفض الإجابة؟ إذا في الأمر سر. لا ما تسوقوش كده، ده هقول لنا كل حاجة في السكة، ده راجل طيب. قول أنت. أنت. أعمل راسك براس المعلم عباس يا كلب. ده العنوان؟ اجب يا حبيب. سيبوه دلوقتي يفوق لوحدي. رجب I'm
الجامع شاطر. مش عيب ها؟ مش عيب تضرب هذا؟ أمامك اه بالك عطشي اطلع 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 الحمد لله جت زقوه البوليس البحري انا الشاويش عطيه ابو الروس روق يا روق اللي انت عاوزاه حيتنفس انت بتوافقها على عليها يا راجل اسكت انت اسكت على تخريفك اللي انت بتخرفه اخرصي عفاريتك دول مانيش عاوزهم يظهروا تاني انت دينتيني وخربت بيتي الراجل اللي بره دي مش هيتجوز بنتي لا الليله ولا بكره ولا بعد 100 سنه انا كنت في غفله وصحيت قلت ايه هم مش راضين ينصرفوا طيب انا هخليهم ينصرفوا ايه في ايه؟ شوفي في ايه؟ خير يا جماعة خير في ايه؟ روحي من قدامي يا وش النصايب اوعي تفتحي بوقك لندب صوابعي في ناظرك ايو جرى ايه معلم حافي ست نواعي مالكيش دعوة هو حر فيا انا مالي ان شاء الله ياكلك امر الحجز معاك بقى تعال الصبح نفذه كلام اللي بتقوله ده يا معلم حانة هي كلمة انا عقلي رد في دماغي مفيش كتب كتاب مفيش كتب كتاب خالص انت بتكلمني انا؟ ايوه بنكلمك بنكلم عباس الزفر امال بتكلموا مين فتح عينك كويس لاجل العيش والملح اللي مقسمينه سوا شوف مصلحتك يا راجل انا ما نشوفش الا مصلحه بنتي بس يعني بتعاديني انا ما بنعاديش حد بنتي مش جابلك وخلاص لا كلام ده كان قبل الفرح كان قبل المعازيم كان قبل المعلمين الكبار اللي بره انا نطلع لهم نفهمهم انا مش مفتري يا معلم عباس انا اب البنت واحده نيه ما حلتش غيري شوف يا معلم حنفي بشرفي انا حمسح بك السوق مسح وبتشطر وبيع طرد واحد اما ناديه هنتجوزوها غصب عن حباب عينيك هنتجوزوها بالذوق بالعافيه هنتجوزوها معلمك هنا لا والنادي واد كان هو اللي بيتجوز انا ما نعرفوش شيء ما تعرفش ازاي ما تعرفش ان ده جوزي وعندي منه ثلاثه وانا عايش وملح ما تعرفتوش ولا دلوقتي ما بقتش في راجل محل اتكلمني هو مات اخطبولك انتوا جايين تعملوا ايه هنا جايين نعملوا الزفر ونطلب البن ونفرج عليك عبيده شوفي شغلك يا جميله 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 زهراتي لا لا زهراتي بقولي التشاجر مع المدنيين معلش ما تزعليش كلها 48 ساعة سجن وهرجع لك صاغ سليم الساعة 7